ما قلتوش هنعمل ايه؟ والله يا استاذ رياض انا عايز يوسف ينزل مع حضرتك القاهره. عايزكم تكونوا جنب ماما وتحضروا عزا عمتي بالليل. انا هقعد هنا مع اشرف لحد ما اروى نطمن عليها واجيبهم ونرجع ان شاء الله. ما تنزل انت خالد وانا هقعد انا مع اروى. لا يا جو، لازم اقعد عشان اصالحهم على بعض. انا ممكن استناكم، ما عنديش مشاكل. كتر خيرك يا خالي، معلش تعبتك بقى معايا اليومين دول. انت بتقول ايه؟ اروى دي زي بنتي بالظبط. باشمهندس اشرف، هي دي بقى سبب البلاوي والمشاكل كلها. هتأكد من اشرف لما يرجع. ايه اللي جابك دلوقتي يا ليه؟ في ايه؟ هو ايه اللي ليه في ايه؟ كانش هينفع تيجي هنا. هو ايه اللي حصل؟ ست حصل اللي حصل، يعني شايفه عيله كلها ملمومه برضه بتيجي. شكل كده مش صح يعني. مش فاهم، اشرف طول عمره مقابل وبعيد عن المشاكل. على فكره مش بقول كده عشان ابن اختي، دي حقيقه. لا ما احنا عارفين يا ربي. اشرف ده صاحبنا من زمان، من قبل كمان ما يكون جوز اختنا. بس انا بصراحه مغلوب فيه، ما توقعتش ابدا ان اشرف يعمل حاجه زي كده. خلينا يا اخي الاول نسمع دفاعه. دفاع ايه يا استاذ؟ ما الحكايه واضحه زي الشمس اهي. طب خالد، انا همشي انا ورياض بيه عشان عايزه في موضوع كده. اتفضل يا رياض بيه. اتكلوا على الله. امشي انت وانا هكلمك. براحتك. مين دي يا اشرف؟ دريم سبب المشكلة اللي حصلت. اخص عليك يا اشرف. عمري ما تخيلت انك ممكن تعمل حاجة زي دي. يا خالد الموضوع غير ما انت فاكر خالص. ولما انا فاكر ماشي، نخلص من اللي احنا فيه ولينا قاعدة بعد كده. اتفضل.